السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب. نكمل سلسلة تروبيكو 6. قبل لا نبدأ، إن اللبيب بالإشارة سيفهم. طيب، يعني ما في تلميح أكثر من كذا يا شباب، والله تعبت. اللايكات في الفيديوهات الماضية تعبانة، فلبس لكم الكاب. على العموم، يقول هاب حق القراصنة المبنى بنيناه، باقي شيء واحد مكتمل اللي هو كمبليت جولد سمجل ريد. النهب مكتمل، احنا ارسلناهم اتذكر. بس هيست البقرس لسه ما خلصت، تقريبا وصلت النص. هنا يبين لنا الخطوات على اليمين، يقول لنا القراصنة تحركوا ولكن لسه ما خلصوا، يعني لسه ما رجعوا، يعني هي مسألة وقت، ما يمدينا نسوي شيء. نشوف شعبنا الكريم وش يسوي. المكتبة وش صار عليها؟ في بحث سويناه حق ال ايش اسمه هذا اللي يعني للترفيه، الكورن. صح، على طاري المزارع، هذا اهم شيء. حلو، 8 من 8، 8 من 8، 2 من 8. ليه 2 من 8 يشتغلون هنا بس؟ دقيقة، خلنا نطرد أحد من اللي يشتغلون هنا. عندي 10 لل، خلنا نخليهم 3 كفاية، لأن ما في شيء كثير نبنيه حاليا. ودي إنهم يجون يشتغلون هنا. شوف، عندنا 7 غير السكان غير موظفين حاليا. شوف، مع الوقت باقي لي 3 سنين، كأنها شوي، والله كأنها شوي. لازم أخلص مشنات عشان ناش يشوتوني من الحكم. طيب، يبي لها مزرعة شكر هنا، بحطها بعد شوي. كوكو، توباكو، بنانا، ما ينفع أي شيء هنا أزرعه نهائيا. طيب دقيقة، في شيء ثاني اللي هو تربية الحيوانات، وانتو بكرامة اللي هو، والله ما ادري. واحد دقيقة بس، اتذكر في واحد هنا جنب القصر، هذا ايش اسمه، رانش، هذا هو. طيب، عندي خيارات هنا، خلنا على البقر. طيب، خلص لي اياه سريع بالله. عطني واحد ثاني بس، خله المرة غنم. وين المدخل؟ غنم لو ألفه شوية هنا بيكون 83%، 89%. لو صفيته جنبه 75%. طيب، وش أحط في النص؟ وش المسخرة هذه؟ واحد 89%، حلوة يا أخي. دقيقة، بيمديني أحط واحد في النص؟ لا، انحشرت. يلا ما عليه، نشوف لنا شيء بعدين نحطه هنا. البلانتيشن دقيقة، السكر اللي قلت بحطه هنا وينه؟ بتكون ناقصة المربعات، وهذا شيء ما ودي فيه. هنا 56%، 68%، 72%، 80%، بس ما في مخرج. 80% حلوة صح. ثلاثة ثمانين، يلا نوافق. نسوي طريق هنا يشبك لي الاثنين الحلوين، هذا اللي هنا. نستقل المساحة. خلص لي اياهم سريع، تكفى. طيب، ايش المشنات الثانية عندنا؟ هاف لوجين كام، انا هدمته ونسيت ما ابني هنا.
الخشاب هذا اللي نحول نسوي له مصنع بعدين نستخدم الخشب اللي يطلعه. اوه هذا برضو له مكان. ما يمدي الحشره. لا لا ما في نسبه معينه من الخشب ولا ليش بتظهر لي الاصفر هذا يا مبني؟ اكيد له فائدة، يمكن هنا لان اشجار كثير يكسر منها شيء غريب. يا اخي ليش ما نستغل المكان هذا؟ ايش رايكم نحطه هنا؟ يا اخي انا ليش ابني بعيد؟ خله هنا يا ابوي، ايش المشكلة؟ طيب في شيء يحول الخشب بروديوس لوجز. طيب اللي يطلع اللوجز اي هذا اللامبر. اللامبر شوف ياخذ اللوجز ويحولها الى الواح، صح؟ اي بلانكس اللي هي الالواح. وش عندنا مشن ثاني؟ هاف فيشر وتمستر اوفيس. اكسبت تمستر اوفيس احتاجه ضروري ضروري ضروري. وظيفته هذا اللي ياخذ مثلا الحين هالمنطقة السكر، فياخذ السكر يوديه للمصنع. اذا مثلا ما عندي مصنع يوديه على طول للمرفأ عشان انتاجر فيه. وين احطه؟ حطيت واحد هنا، الثاني خله بالنص. ضروري يكون موقع ممتاز. ينحشر هنا، ينحشر والله ينحشر. افضل شيء سويته خليت المساحة هذه، سبحان الله. طيب خلص لي اوف بألف هاي برايورتي. وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ ايوه حلو 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 حلو. اكسكيوز ميشن جولدن لود، حلو جايبين الذهب معهم. باقي عليهم شوي بس، فترة حكمي ناقصة كثير. وين حق السمك هذا؟ الصياد بلف وميتين، مش مشكلة، موقعه ممتاز. ولا ايش رايكم؟ خله هنا قريب على طول عشان نبيع. يحتاج له طريق. اخي والله ما عليه لف الهبلة هذه، يعني بالله عليك ما تقدر تصيده كذا عشان نبني حاجة بعدين؟ طولته. ايوه كذا عشان اعرف نحط شيء هنا. We should do something with all that spare wood, don't you think? Maybe burn it? Everyone likes a bonfire. يقول لي ايه الحين جاب لي مشن اللمبر اللي هو بعد ما اكسبت اكستند 24 شهر الثاني. حلو. طيب الخشاب هذا الحين يكسر الاشجار ويجيب لنا الخشب. الحين بعد ما يطلع هذا الخشب اللي تشوفونه نبني مصنع. وين المصنع؟ لوجينج، لا هذا هو. ياخذ شوف ياخذه ويحوله الى الواح. ايش رايكم نخليه جنب بعض عشان يختصر على العمال؟ المشكلة المساحة مثل ما تشوفون حاشر نفسي أنا بنفسي. سبوت ويديتك دقيقة، هذا ايش؟ كونتري هاوس دليت يا حبيبي، معلش يا صاحبي بالله فكوني منه. ايوه يا سلام جميل جمال. ايش هذا الكلام؟ ليكون هذا خشب؟ لا لا هذا البلدينج. اوكي طيب جميل جدا. دقيقة جتني فكرة. بيرجع الفلوس، ودي احطه في العرض، ايش رايكم؟
عشان ما يسبب لي زحمة أنا، ولا ما أقدر أبني هنا شيء. إلا والله يمديني. ثواني ثواني، في فكرة في راسي. كانسل بيلد، بس سوي له روتيت. ايوه ممتاز. يا اخي الفلوس ليش، الفلوس ليش ناقصة كذا؟ اوه الموارد، انا اقول ليه الفلوس ناقصة. طيب بيع كور، بيع بلانتس، تريد يا اخي تريد، يرحم والدك تريد. فش ما عندي، دقيقة دقيقة نسيت، عندي ميت، كورن، بلانتس، هايت، ميت، كورن، بلانكس. اوكي ميت، لا هذا امبورت. اخي دقيقة اريد اكسبورت. ايوه ميت كورن، ميت كورن، ميت، ما في ميت، كورن، ما في كورن. الكورن بس عندي مزرعتين بس، الظاهر انهم شغالين. اي والله 100%، من شخص واحد بس اللي يشتغل، بس وربي شغال صح الظاهر. بنقصه، انقصه مع انه يستخدمون الكورن هذا في الجزيرة، ولكن في فايض. ايش رايكم اغير سكر هالمنطقة؟ بس بيكون تعبان والله. اتوقع الكورن واحدة كافية، فبحطها سكر. نستفيد شوية من هذا المكان. شوف شوف الهبالة والله ما قد. هايد وكوكونات، هايد وكوكونات، الشغلات اللي عندي ما يبونها. طيب انا ايش اسوي في هذه الحالة؟ الفش، الفش. طيب عندي فش، ليش ما يوصله هنا؟ لوكال كونسيوم، لا ما اريدهم يستخدمونه. مأيدين 11% يا الذين، وتبون الصياد يشتغل؟ لا جبه 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 هنا، جبه هنا، تكفى جبه هنا. خلني ابيع واجيب فلوس. كراون سند فورنر ايت، اعطوني 5000 مدري حق ايش. في فلوس، في فلوس تجي، في فلوس. خلني ابني، اشتري ابوي اشتري. هذا فانا خلاص. بس اتوقع طولنا بالمقطع. هذا كل شيء، ان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. اذا عجبتك السلسلة اكتب لي في الكومنت، ادعموني حفزوني، ولا تنسون اللايك. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.